نظر أخرى أنه هذا يعني الهاي سويتشر مقسمة إلى عدة جروبات، يعني جروب أن صمدوا وكل في بي سي أر احنا طبعا نفسه بتاع ناخذ شيء يعني كلام السيستم يعني فسيولوجي هذا الكلام يفعل ذلك على يعني نسبة مستوى طبعا هو السيستم هذا ضمن هو معاكس للكورنج السيستم هو مثل يعني مثل البنزين والبريك التوازن بين هذول بين هذول الاثنين البنزين والبريك هو اللي بتاع السيارة تصير بسلاسة نفس الشيء بالنسبة للإنسان يكون التوازن بين البريك أو الكورنج سيستم بين البنزين أو البريك سيستم من خلال ايش السلاسه في عمل الاورجانزم. بنختار هذه معادله البالانس بسبب التيار في عمل الجسم. هذا التقسيم اللي كنا السابق انا بلاحظ انه الابريدج مقسم الى بيتا والفا مقسم الى سبلايز ومقسم الى سبلايز. الملاحظه انه البيتا والالفا كلها تعمل انتبيشن بس اثنين الفا تعمل انتبيشن. بيتا والفا تعمل اكتيفيشن اثنين الفا تعمل انتبيشن فكيف يزيدون السايكل دي ان بي؟ طبعا البيتا كيف يزيدون السايكل دي ان بي؟ عندك الفا 1 تزيد ايش؟ تزيد الستروك لايكوسفيت لايسايد بالسيرو اذا كنا هذول التو كافا اخذناهم مع 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 جي بي سي ار ايش؟ مسكار جي فقلنا التو كافا مع السايكل دي ان بي او باثوي جي من الفوسفوليت فتلاحظ انه البيتا تشتغل على السايكل دي ان بي والالفا ما تشتغل على الفوسفوليت يعني سيجنال تتكون من الفوسفوليت كذا هم اكتيفيشن لكن الميكانيزم اوف اكتيفيشن راح تكون ايش؟ ما مدموجه مثل الماسك ار ان اي تكون منفصله البيتا سايكل دي ان بي واضح والالفا 1 ايش تكون؟ من الفوسفوليت كذا هم اكتيفيشن لكن مفصولين في الجروب مسؤول ايش؟ اكتيفيشن مين يعلم على باثوي معين بينما كانت بالاسمنتيك بالجين كذا كذا بيشتغلون سوا الالفا تقول انها تعمل ادميشن سايكل دي ان بي يعني تقلل ادميشن سايكل دي ان بي او ادميشن از ليش النيرف ستيميليشن او الستيميليشن بسرعه اذا الالفا 2 هي معاكسه الالفا 2 هي معاكسه لبقيه ايش الادمينيك سيستم هي تعمل يعني فيدباك او تعمل شيطره للسيستم ستيميليشن نفس المبدا اللي قلنا السويتش يفلتر بين الاون والاوف قد تصير ستيبل على حاله من الحالات ممكن تدل على الاون يسمى بولس تدل على الاول يسمى كالوريز وفي ناس بتكون مدعمه للمؤقتات كيف الشيفت تحصل له خلاص انت ما قاعد انه حاسين انه شوف هاي كل العضلات عندك هارت ماسلز عندك سموث ماسلز بتوصل بالكمبيوتر أو في مصر بالأرتريوز بتغذي المصر from the spinal muscles أو الأرتريوز اللي ما تغذي spinal muscles عندك من veins عندك من جي آي تي كل هاي الآن هي عندك smooth muscles هتعلم أنه الهارت ريت يصير ايش؟ activation muscle contraction يعني احنا قلنا حيصير شيفت بالضغط عن طريق muscle pain كذلك عندك ايش عندك زيادة في التقلص على القلب كذلك زيادة في ايش؟ في البريثنج فزيادة التقلص على القلب تصير انك مصر كونتراكشن زيادة في البريثنج تصير انك سموث مصر ريلاكس او سموث مصر ريلاكسيشن في البونكاي تصير سموث مصر اعلى يصير الايب سترينج اعلى الارتبيوتس اللي ما تغذي السكريتال مصر ما مسؤول عن الفايت اوف لايف محطوط فيها الفا ريسيبتور فيسميه ايش؟ كونتراكشن. الارتريولز اللي تغذي السكيوتال موسل هتلاحظ فيها ايش؟ بيتا ريسبتورز، وايش كمان ايش؟ كمان ريلاكسيشن. يعني راح يصير عندك اكتيفيشن يعني شفت الضغط من الارتري من التغذيه مع الانسجه اللي ما سكيوتال موسل ولا من جوه كتاب الفايت اوف لايف راح يصير كونتراكشن. المخ المسؤول عن الفايت اوف لايف يسميه ايش؟ دايليشن فكان بالضبط وان صار شفت على ديك الجيم البينس فينو الالفا والبيتا سموث ماسلز كونتراكشن طبعا سموث ماسل ريلاكسيشن طبعا نتائج الكونتراكشن يزيد الضغط الدم يزيد ضغط الدم فيعني سبب زيادة ضغط الدم عن طريق تقلص او الاوردة
الابلكيشن اللي راجع على الهاب فطلق هالبيئه بيضع عكس الامتداد بالبلد بريشر وهذا ايضا يعني البلد بريشر العالي ايضا مهم في هذا الفايل بروتوكول. بالنسبه للليفر انزايم راح يسوي لك ايضا اكتيفيشن عن طريق الانرجيك ريسبتورز الجلايكوجين سينثيس مثلا راح يقل عندك بالجلوكوجينيس راح تزداد يعني يصير هناك ايش زياد الجلايكوجين لايسيس راح يصير ايش يزداد زياد حول الجلايكوجين هذا يكون تعطيك تفرغ لك جلوكوز تحتاج الى الفايت اوف لايف يصير عندك شيء في الميتابوليزم في الليفر. بالنسبه للجي اي تي راح يصير فيها دائما ريلاكسيشن لانه ما راح يكون مهم يعني ما حتى الانسان يهضم وياكل يعني خلال الفايت اوف لايف فكلها يصير ايش؟ تقريبا شوت داون يصير ريلاكسيشن. الكدني يصير لك ديليز الرينين بيوتوسين سيستم وهذا الرينين بيوتوسين سيستم مسؤول عن البلد بريشر فايضا يساهم في الووتر ريتنشن وكذلك في البلد بريشر. بالنسبه للايش للفاس يصير لك البيك داون الفاس يعني يحرم له انرجي فكل هاي التغييرات راح انه يعني عن طريق ديفرنت عن طريق الانرجي ريسبتورز راح تصير شيفت في الميتابوليزم وشيفت بلد سبلاي في يور ديسكيو. هاي محصلة راح تصير في النهاية يعني تحفيز الانرجي سيستم راح يصير شيفت البلد ويعني يصير لك تحسن بالبريثينج تايزيشن اوف بيبول ذا اي يعني يصير ثلاثة رؤية يصير يعني أوسع من الخمسة عندك زيادة في الجلوكوجين لايسيس وكيلا في الجلوكوجينيسيس يعني الإنسان عفوا زيادة في الجلوكوجينيسيس جلوكوجين لايسيس حتى الإنسان يوفر الجلوكوز في حركة فايت أوف لايف. المركبات اللي احنا نحتاج ندرسها في هذا البصل هي تسمى الكاتيكولز. الكاتيكولز هي مركبات فيها يعني داي هيدروكسي فينايل هي داي هيدروكسي فينايل هي عباره عن يعني حلقه بنزين فيها داي هيدروكسي اوتو بوزيشن في اللوك تسمى هاي الكاتيكول ريك دائما يكون معاها امين تسمى كاتيكول امين يكون معاها امين تسمى كاتيكول امين اذا هذا هو ايش المين ستراكشر للكاتيكولز الكاتيكول امين. المواقف عن هذه الامينات هي مهمه للاكتيفيتي لو فقدت هذه المركبات الامين راح يصير الى راح اشوف انه الان احد طرق الميتابوليزم لهذه المركبات انها تفقد الامين عن طريق المونامينو اوكسيديز المونامينو اوكسيديز هو ايش يعني ينزع الامين من المركب فيفقد مركب فعاليه هذه المركبات طبعا هي يعني محشور استقراريه ضعيفه المركب اللي فيه ميثاي يسمى مثلا ادرينالين او ابنفرين واللي ما فيه ميثاي يسمى نور ادرينالين او نور ابنفرين. الفيو ميثاي يكون سلك على الالفا والاكثر من البيتا. وما فيه ميثاي يكون على البيتا اكثر من ايش من الالفا. هذا المركب طبعا تروح من الادرينا للالفا. فيمشي بالبلد ستريم وين يشوف الفا ريسبتر الفا راح يحفزها. هذا راح يمشي بالبلد ستريم وين يشوف الفا 1 راح ينتهي معانا ويعمل اكتيفيشن للسكوب مصر ويعمل كونتراكشن للسكوب مصر. النور الادرينالين ما فيه ميثاي. هاي المرتبات طبعا تلاحظ فيها لو في قليله يعني ايش معناتها؟ ما يعني لا وضع بيضاء طول ولا تصير ما نبي فوليوم ديستريبيوشن عالي طبعا الادويه اللي هي هايبرفيليك هي هاي فوليوم ديستريبيوشن فهذه يعني هي هايبرفيليك هي ابسوربشن سيء عملي كذلك ايش هي يعني جلوبال ديستريبيوشن لاحظ النور ادرينالين ما يكتشف في الانسجه جيدا للادرينالين لانه ما بينهم ميثايل ميثايل ادرينالين مو بلايكوفيليك يكون يرفض الانسجه افضل من طرح الكيدي بس النور الادرينالين لا يشتغل دور طبيعي لانه هايبرفيليك مهم. هاي المركبات طبعا هي انستيبل بسبب الكاتيكول ممكن تتحول الى كوينون بالاسيتا مثل تاكس تتحول الى كوينون. لاحظ المركب هذا النور الادرينالين فيه جروبين يعني هو يتأين بالوسط الحامضي ويتأين بالوسط القاعدي يعني هو يتصرف كاسيد وكبيس
اي فورمولا دلوقتي هي الاسيد ليكوبين بيس بروبين اللي هو ايه والامين، فعدد الاثنين هتبقى الامين هو قاعدي حامض. الامين هو قاعدي، الامين هو قاعدي، لكن احنا نصور في الحامض اذا كانت الامين اروماتيك امين، لان الامين الجنب مع اروماتيه يعني في الحلقه يعني اروماتيك امين المفروض بشرنا حلقه الحلقه الاروماتيه ايش يتصرف ايش؟ حامض يتصرف حامض، ايش يتصرف في حامض؟ اذا كان حلقه اروماتيه بسبب ريزونانس؟ عندك إذا عدد أمين مربوط على يعني على وسط على حلقة بنزين غير كل إلكترون قد يدخلون داخل الرين يساعدون في الريزونانس، فإذا كان مركب هذا مثلا فقدان الهيدروجين مالته حيكون ايش؟ حيكون أسهل. أما الأمين اللي ما تكون مربوطة مع حلقة اللي فاتت فقدان الهيدروجين يكون ايش؟ يكون صعب. غير المركبات تكون ايش؟ تكون مو أسيدي من المركبات الأولى. كيف تعرف الرقم من البي كي اي؟ بعض البي كي اي هذه تكون ايش؟ أقل من البي كي اي للمركبات المالكة. تكون البي كي اي لهذه المركبات هي أقل من البي كي اي المركبات الأليفات. بالنسبة الآن للنورمالين يعني نلاحظ أنه أمين هي أليفات وليست أروماتيك. وبالتالي المركب يكون عندنا يعني مركب بيسك. يعني أمين تكون بيسك. والـ OH هو هيكون أسيد. فالأمين هي بيسك والـ OH هو أسيد. المركب بيسك وأسيديك سالت. يعني أهم شيء حيصير يسمى بروتين تمام؟ وهذا المركب طبعاً هيكون متعين بالوسط الحامض والقاعدة. يعني بالمعدة هتكون متعين والمعدة معاه هتكون متعين. يعني كل مكان هتكون متعين. فما هي اختصاص حساسية. كما قلنا قبل شوية أن المربعات تتأسد إلى كوينون، الكوينون هو مادة ملونة لها لون، وهذا التأسد طبعا هيكون بسبب الضوء كعامل مساعد يعني لايت كاتالايز أوكسيديشن، وبالتالي دائما تكون الباكجينج للأدرينالين والأدرينالين مع شركة الأنبر مقبول مثلا، ولا تكون ليش مغلل الأنبر مقبول كاتالايز أوكسيديشن فذلك يكون معها مادة يعني انتي اوكسيدنت تربطها مع يعني كرديوسنج ايجنت تكون موجودة معها في نفس الوقت يعني تفتح قلت الادرينالين ودور الادرينالين تعرض للهواء تتأكسد كذا كذا تتأكسد ذلك بالقوة المستشفيات دائما ايش يعملون؟ يسحبوها بيقولوا بايش؟ بالنوم الصالان او بالفوز وردر ينطوها دب للملك لكن ما 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 يخلون معرض للضوء يعني تعرض للضوء لان الضغوط في المظهر ايش؟ يصير له ضرب مثلا على مدى 6 ساعات 7 ساعات تصير الضوء معناته ممكن تعرف انه الماده تاثر بتغير اللون اذا تغير اللون الدوبامين بعد يعني معنى يجي الطريقة اللي
شلون دكتور السؤال؟ يعني نيورو ترانسميتر او هرمون هو الدوبامين او الادرينالين نفس الباثوي. كيف يصنع الدوبامين او عفوا النور الادرينالين؟ من التيروسين. ما يسمى التيروسين او ايوسين. و كل شيء يمر بمراحل. اول مرحله وهي احنا عاملين التيروسين هايدروكسيليز. التيروسين هايدروكسيليز تعطيك هو جمهور على التيروسين. الاورثو بوزيشن او يعني عفوا بوزيشن من ثلاثه من حلقه. دكتور ماكس. باذن الله هيدروكسي. عرض ماكس. دكتور هو اول انزيم يجي على السبستريت الاساسي له لل ما شاء الله اول انزيم دكتور من خلال نقدر نحدد الكميه اللي راح نصنعها كان زياده او نقصان يعني زياده راح تزيد السبستريت اللي تجد او البرودكت اللي ينتج مثلا نوع ادرينالين واذا تقل راح يقلل النوع الثاني يعني من حدده انا اتحدد بالكميه اللي راح تنتج يعني اذا صار بخلل المتفاعلات ازداد والنواتج
الخمسة يعني أصعب المقارنة حصلت المقارنة زادت يعني نيجاتيف فيدباك يعني إنه إذا زاد الموديل راحوا يتوقف نيجاتيف فيدباك إنزيم أو إنزيمات يعني برينج باك بس ما كل دايم تكون هي ريتمينج ريتمينج إيش معنى أنت معناته إنه فرق الطاقة بين الـ بين الـ بين الـ إيش بين البرودكت والنواتج يعني فعلا النواتج يكون عالي فرق الطاقة يكون عالي يعني التفاعل ايش بينه ما يمشي بالغرزة اكو ذلك باثواي اكو احيانا يكون فرق الطاقة يكون قليل يعني شوي كم كيلو كيلو يعني خمسة ثلاثة او اثنين او اقل احيانا يكون خير وقريب الصفر وان يقعد بالحالة هي يكون تفاعل بالغرزة يعني اذا زاد البرودكت يجي تحول الى النواتج النواتج زي وقفنا إذا زادت البرودكت تحول إلى تفاعلات ثلاث تفاعلات يمشي يعني يمشي أمام الخلف حسب التراكيز خلاص الريت لما تيجي يكون فرق الطاقة عالي يعني ما يقدر يمشي بالعكس بسهولة دائما يمشي إيش يمشي فورورد يمشي فقط فورورد ويكون غالبا هذا إيش يعني تلك إيش يستعمل معانه يعني مكبل مع أضر رياكشن يعني مكبل مع أضر رياكشن حتى مشينه يعني فرق الطاقة يكون عالي فاحتاجوا رياكشن آخر حتى إيش يزودوا الطاقة. المهم يعني يكون دلتا جي تكون مرتفعة في الريت ليميتنج إنزيم. دلتا جي في رياكشن تكون مرتفعة في الريت ليميتنج إنزيم. هو التيروسين يستعمل كايش كانهبيتر للباكتر كله ممكن تعمل تيروسين كأكروسيليز انهبيتر وبالتالي تحصل الى مركبات تضبط تكون الامينو الجيناني في الجسم كم تفيد هاي تفيد في حالة الامراض اللي تكون بها اكسيسيف برودكشن مثل عند ايش فيو حالة الادينوما يسموها فيو قاعدة عمل الانهبيشن للإنزيم ايش راح تكون؟ شو انه شبيهة بالسبستريت. مركبات من الانهبيتر الإنزيم تكون شبيهة بايش؟ بالسبستريت ما ذكرنا سابقا في المستوى الأول. فاحنا نستبدل التيروسين ونقدر نعمل مركب انهبيتر. ايش هو المركب الانهبيتر؟ بدل الهيدروجين سي اتش 3 ونحصل مركب انهبيتر للتيروسين الهيدروسين. ممكن نضيف احنا مثلا كذلك واحنا مركب الانهبيتر الانزيم ممكن نشوفه بشيء ليش بالسبستريت ممكن يكون شيء ليش ايضا عندك مثلا هذا الانزيم يحول مع هذا السبستريت هذاك الشيء عمال يحوله الى ايش؟ الى برودكت مثلا هذا البرودكت عند تكون داخل الانزيم عليك يسوي نسبة الاسوشيشن يعني يفلش الكومبلكس يطلع البرودكت وحده و زايدا البرودكت هذا هو ايش الباث اللي خلينا نقول لي وانا نفس الشيء عندك انزيم فارغ يسمونه الهولو يذهب معاه البرودكت يكون هذا وانا كل هاي كي ديات كلها كي ديات بالعملية المقصود انه اذا نعمل هبيشن للانزيم ممكن المركب اللي تتعمل تتعمله ممكن يكون شبيه بالسبستريت واحيانا يكون شبيه بالبرودكت ايضا ممكن تعمل هبيتر للانزيم شبيه بايش؟ بالبرودكت ايش معناته؟ يعني البوكيت مال الانزيم هو شكله يتقبل السبستريت ويتقبل البرودكت يعني في مرحله من المراحل راح تكون تحت مع البرودكت
واضح؟ فشكله شكله قابل انه يتحد مع برودكت، واضح؟ مرحله مراحل الانزيم ايش فيها؟ شوف مثلا شكله اصبح ايش؟ مناسب للبرودكت، تمام؟ مرحله مراحله كان شكله مناسب للايش؟ للسبستريت. اذا شكل الانزيم فليكسبل ممكن يصير ادابتيشن على سبستريت، يصير ادابتيشن على ايش؟ على البرودكت. فالانهبيتر الانزيم ما شرط يكون دائما شيء سبستريت، واضح؟ ممكن شيء سبستريت، ممكن شيء ايضا ايش؟ البرودكت. فاذا عرفت نعمل شيء البرودكت راح نضيف له ايش؟ نضيف له مثلا ايودين. واضح؟ هو انهبيتر اذا كان شبيه بالسبستريت او شبيه برودكت، هو ممكن يكون يعني انهبيتر شبيه بالسبستريت وكذلك شبيه بالبرودكت. هو نعم ما عندك مشكله، ممكن تختار اي واحد من الاثنين، بس احسن شيء تختار شبيه ايش؟ للانسان يعني شبيه ايش؟ للبرودكت مالي. ايه هو الاحسن؟ البرودكت الأحسن. لا سبستريت برودكت الأحسن. إيش هو؟ لا يكون شبيه سبستريت ولا يكون شبيه إيش؟ البرودكت. يعني يعني خلينا نقول كحالة، يعني إيش يسموه مثالية؟ إيش يكون شبيه إيش لازم يكون؟ الإنزيم مالي أو الإنزيم مالي شبيه إيش؟ شبيه إيش؟ طب ال ترانزيشن ستيت. نقلنا سبستريت تحول إلى برودكت، مر مرحلة تسمى إيش؟ ترانزيشن ستيت. ما خدنا بالإنزيمات. هاي ترانزيشن ستيت هي الحالة تكون طاقة عالية، تمام؟ طاقة تشبيهية مرتفعة. كيف الإنزيم يحفز الرياكشن؟ راح يقلل مستوى الطاقة، تمام؟ صحيح. كيف يقلل مستوى الطاقة الإنزيم؟ راح الإنزيم نفسه يوفر إنتراكشن مع هذا ترانزيشن ستيت أكثر ما يوفره مع سبستريت برودكت حتى يثبته بمكانه. يعني الإنزيم راح يبذل كل جهده إنه يثبت الترانزيشن ستيت قدر المستطاع، ما مثل انه يبذل مع سبستريت، ما مثل ما يبذل مع ايش؟ مع البرودكت. فافضل ستراكشر تعتمد لتصميم انهبيتر هو الترانزيشن ستيت، هو هذا احسن شيء. راح تجعل شكل المركب يقعد فك الانزيم، والانزيم يبذل كل جهده انه يثبته معنا. كل جهده وكل انتراكشن يستغله حتى يتحد مع الترانزيشن ستيت. بعضنا ما يستغل مع سبستريت، ما يستغل مع البرودكت. إذا الترانزيشن على كل حال هو ما له علاقة بالموضوع هذا نفسه، لكن احنا قلنا نجعله كل ما شيء سبستريت شبيه البرودكت ومتحسن لذلك عندك ترانزيشن للايش؟ للدوبا دي كاربوكسيليز بالكاربيد دوبا نفس الشيء، هو نفس اللي هو دوبا، لكن فيه ميثايل جروب ضافت على المركب، فيصبح المركب عندك انهبيتر للدوبا دي كاربوكسيليز. اذا هذول التو انزيم كنت تستغلهم كنت تعمل انهبيشن للايش؟ زين دوبامين بيت هيدروكسيليز انزيم، ليش ما نستغل ايضا نعمل انهبيشن فقط؟ انميثايل ترانسبيريز نستغل ايضا ايش المشكلة راح تصير عندك؟ هذه الانزيمات هي ايش؟ هي نون سبيسيفيك. طبعا نون سبيسيفيك يعني ما فقط مسؤول عن هذا الباثوي، مسؤول عن غير باثوي ايضا. مثلا الدوبامين بيتا هيدروكسيليز يشوف فينايل مع امين يعمل هيدروكسيليشن، ما يهتمش المركب يعني. واضح؟ فما راح تسلكت، فانت راح تستعمل انهبيتر لهذا الانزيم راح تضبط كثير باثوي فتكون ما لها علاقه بالموضوع. فما نستعمل فقط ايش؟ التيروسين هيدروكسيليز والدوبامين هيدروكسيليز. نفس الشيء الانميثال ترانسبيريز، هذا اصلا الانميثال ترانسبيريز هذا انزيم موجود بالليفر مسؤول عن الميتابوليزم. تضبطه راح تصير مشكله كلش كبيره. فما نستعمل كوسائل لتقليل تقليل هذا نفس السكيم عشان انا معك مانج سيستم نفس الطريقه. هناك فيدباك هناك اكتيفيشن تحضر الانهبيترز تضبط الديزبلوري
عليه ستايك فورين. ستايك فورين هو يعمل يعني الشغل عكس يعمل انتي للنورادرينالين ريليز. النورادرين كذلك بينه يمكن فيدباك تحت على الفاتو ريسبتورز وبيتعمل على الريليز عشان المرض تقلل الريليز. بروستاجلاندين يقدر تعمل نيجاتيف فيدباك على النورادرينالين. بروستاجلاندين يعني نيجاتيف فيدباك على النورادرينالين. يعني صار يحصل ان عملت لك فيدباك على النور ده هيصير ده ما هيصير ده كونتراكشن للبيسلز والمصاصه صح؟ ايش هيحصل لك على الاسم احمرار واضح؟ وهي صحه الانفلاميشن اللي كنت فيها جلدك كان يحتاج الى دم حتى ايش حتى يعني من وايد سبب بلاد سيل تقال انتقام الانفكشن فبتدي يعمل جسمك كونتراكشن على بطن الجسم تحولت كل على العضلات ايش هيحصل لك لما كان يعني تشغل ما تكون وايد بلاد سيل البروسا كان ليش عمل يطبط مقرون الادرينالين على هذا التشي لأنه سيدك ما يسندك بس بستوش من هذا يظل البلد سبلاي موجود سيدك عندك وايد البلد سيل وسيندك ايش انفلاميشن انفلاميشن مهم حتى تقاوم الانفكشن البروسا كان ليش شغلة شفنا يطبط النور ادرينالين كيف يصير النور ادرينالين خلينا نقول ميتابوليزم داخل الجسم يعني كيف يتم يحولون والكورتيزول لازم يتم فعله طبعا اكو عندنا اكو انزيمين مسؤولين عن 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 الترمينيشن اوف الادرينالين او النورادرينالين عندنا المونامين اوكسيديز والكاتيكول هرمون ترانسبيريز المونامين اوكسيديز هذا انزيم موجود في النيرف اندينز هذا يكسر النور وعفوا السينابس حتى شمال حتى كسر النورادرينالين. الكاتيكول هرمون ترانسبيريز موجود وين؟ بالبلاد ستريم سيستم. فالاوكسيديشن المونامين اوكسيديز هو مسؤول عن الترمينيشن اوف سيجنال. والكاتيكول هرمون ترانسبيريز مسؤول عن الهالف لايف بصوره عامه لهذا النيورال ترانسبيريز. المونامين اوكسيديز هو الاساس اللي على اساسه بتنتهي السيجنال. وهو اسرع واضح؟ موجود بالساينابس. فإذا المونامينوكسيدي صار الانهبيشن ايش راح يصير؟ راح يصير اللايف سيجنال تكون اطول واضح؟ بس الكاتيكول مثلا ترانسفير صار الانهبيشن ايش راح يصير؟ راح يصير السيركوليتنج ادرينالين احسن من اللونجر هارت واي واضح؟ السيركوليتنج ادرينالين احسن من اللونجر هارت واي الكاتيكول مثلا ترانسفير مسؤول عن السيركوليشن ككل بس المونامينوكسيدي مسؤول عن ايش؟ عن الساينس فتلاحظ انه اوكسيديشن للامين يصير اوكسيديشن على هذه الكربون تتاكسد حوالي الى الديهايد والامين يغادر كمان ذكرنا سابقا هذا الديهايد طبعا هو شبه متاكسد متاكسد بعد الى كربوكسيليك اسيد وهاي البول كانت تقول مثل الامين تيرات من تيرات قاس في الهيس يبعد كابينج لهذه الاو اتش حول الامين هذا كسرت الكيش بالنهاية يصير مركب يعني اوكسيدايز كابت ممكن هذا السيكونس ما يكون نفسه ممكن يشتغل شيء كاتيكول بعدين يشتغل ايش المونامين اوكسيديز يعني يصير كابلينج بالبدايه بعدين يصير ايش اوكسيديشن المونامين اوكسيديز كل الاحوال ذكرنا انه المونامين اوكسيديز مسؤول عن اللايف اوف سيجنال لايف اوف سيجنال اللي هو وجود الساينابس بينما الكاتيكول مثلا مسؤول ايش مسؤول عن الدريشن اوف اكشن انه موجود وين وجود خارج الساينس والتيشيو. دكتور يعني اذا ضبطت النظام يعني ازداد اللايف اوف سيجنال مثل ما تضبط الاستايكولين ستريس. نعم؟ كاتيجوري مثلا مثلا قناه التيشيو موجود في السيركوليشن من تضبطها يزيد اللايف اوف سيركوليتنج نورادرينالين. تضبط الريس ريس الدم حتى فتره. لكن بالساينس ذاك مثلا موجود بعد عندما ثبتنا الكومت هو السيجنال راحت بس فقط الادرينالين هنا الجسم له يبقى اكتف هو بالساينس بيصير هو يعني اوكسيديشن للنورادرينالين او بعد منه يصير ابسوربشن منه يطلع من الساينس واضح؟ اللي طلع من الساينس الان راح
الابسنت يعني سبليميشن كاتيجوري اوف كاري ترانسفير تقريبا شيء الكاتيجوري اوف كاري ترانسفير مسؤول عن الميتابوليزم خارج السينابس. الدكتور انا بسوي هو شنو اكتب لو انا اكتب يخرج يعني ما يكسده راح يكون المركب اللي بعده اكتب لو انا اكتب هو بالتاكيد راح تقل اكتب المال لكن هل هو يعني ما يزال فيه اكتيفيتي ما اعرف يعني مركب بعد نفس بعد البون بعد ما صار وبعد ما صار يعني اكسد يعني هنا يكسد هو قل اكتب المال التاكيد قل يعني لو فقد الامين الامين ضروري للدارش يعني الاكتيفيتي يعني ضبطنا اصبح صفر واللمين مثلا 1-2% معه. يعني ضبطنا الكونت راح يبقى عندنا اكتب بالاسم هاي. ايه اذا بالنسبه للكاتيجوري كاتيجوري ترانسفير ايزنت مثلا الامين باي بعده الامين موجود مركب هو اصبح ايش؟ اصبح كانه مفرودرا. بعده يعني خلينا نقول مركب ما تكسر ولكن اصبح كافي. يعني الجروب المسؤول عن الاكشن انحجب. ممكن يصير له كافي ويرجع يشتغل مرتبه. واضح؟ هذا ممكن يرجع يشتغل مرتب المركب هذا مرة أخرى، الأما المركب الأكسد ما يرجع يشتغل مرتب، خلاص انتهى. يعني ما يكون ريفرسال يعني اكو انزيم آخر يرجع بالعكس، يعمل له ديميثيليشن، كل الأغازينات أخذناها بالأكسد العادية، أو فوميثايل، بلش أو أوكسيتيف، أوكسيتيف كانت ديميثيليشن، دي ألكايليشن. يعني اكو انزيمات ترجع من الـ من الـ من الكات إلى الكات. بس من الاكسد صار دي هاي الكربوكسيليك اسيد بعد ما يرجع مره اخرى الى يعني خلاص انتهى الركب انتهى بعد هذا مفهوم؟ مفهوم الفرق يعني؟ فالكاتيجوري مثل ترانسفيريز ممكن يحول لك الاكتف ادرينالين او النورادرينالين الى اين اكتف؟ كستور يرجع مره اخرى بعد ذلك يصير الاكتيفيشن اما من الغرض انه ممكن ناخذ كيس خلاص الركب راح ينتهي ما يصير بعد يعني ريكتيفيشن هذا هاي الفروقات اللي نشوفها انت الان يعني بين الفورم سبيس وكل الكاتيجوري اوف كاري ترانسفيريز يعني من ناحيه الموقع ايش؟ نوع الرياكشن بالسيناس مونا مينوكس دي اسمي قد موجود البريس على نيورون مونا مينوكس دي اسمي موجود البريس على نيورون البريس على نيورون ايش معنى هذا؟ قبل المشتل قبل السبيس يعني النيورون اللي قبل السينابس فالنورادرينالين يسوي ميتابوليزم بالمونامين اوكسيديز ما يسوي ميتابوليزم بالسينابس يتصل لك بسينابتيك نيورون بعد ما يخرج الاوكسيديشن معنى هذا الكلام انه انت ايش عندك في السينابتيك نيورون النورادرينالين ما يسمح بالخليه انها تكسر لهذا تكون داخل الاكياس الكيس هذا يحافظ عليه من الاكسده من طلع من خارج الكيس تعكس الداخل في صناعة النيورون. فأكو مركبات تستعمل نوردين بتمتص مرة أخرى لكسر نيورون تمنعه يتكيس. فلو تمنع الكيس راح تعكس الداخل النيورون واضح؟ يصير ايش؟ يعني يصير عندك خلايا النيورون راح يخسر النوردين ويتعكس الداخل النيورون. ف في صناعة النيورون هو في نوع مونو امين اوكسيديز اللي بيصير عنده اوكسيديشن. طيب لا هو جميع نفس المكان اللي يطلع منه النيورون ترانسميتر؟ هو يمتص عن طريق بامب يعني عن طريق بامب ويطلع عن طريق اكسوسايتوسيس يعني النوردين يطلع بشكل انفجار كيس بيدخل عن طريق مثل الترانسبورت طبعا يدخل ويطلع ما يجي مريض يدخل يعني من وراء طب هاي الانوية اللي بتكتشف على الابتيك اكو تمنع وتمنع ري ابتيك اوف مونامينوكسيديز يعني تضبط ايش نفسه الترانسبورتر
اقوى مركبات الضغط اللي هو المرسيدس يعني زي اكسيدنت ايش انا فاهم يعني تطول اللايف تايم من نعم نفسه ف هون بيمشي كل تاب بشجع جاب معاد قصاصه ما يتكسر بيتقيس مره اخرى والسيكولوديس واضح المركبات اللي تمنع البامب تمنعني بتصمه مره اخرى من الساينوس يكون موجود دائما داخل الساينوس بس يبقى عندي ايش ريجن عالي كلها تعمل زياده الاكتيفيشن والعكس بالعكس المركبات تحفز الكونابيوسيز تحفز الاوكسيديشن ومركبات ايش تمنع التكيس داخل الساينس كمان ايش راح تسوين وهو داخل السيتوبلازم يتاكسد فانت بحسب ايش تريده يعني راح يعني تعمل اذا ضبطت البامب تمنع امتصاصه يبقى داخل الساينس يتصدر اكتيفيشن اذا ضبطت التكيس راح يدخل داخل الفيس النيورون لكن ما يتكيس يتاكسد داخل السيتوبلازم فبحسب ما تريد يعني استغل هذه ليش يعني انزيمات او خلينا نقول البامبات المسؤولة عن العملية لكن الدوبا دي كان مخصوص من المسؤول عن السينكسيس السيكيلور مونامين الترانسبورترز هذا المسؤول عن ايش الابسوربشن للريسيكلز دكتور نعم بس دوبا دي ايش دوبا دي كان محاضرة من ساعة 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 طبعا صفحة تركز على السيارة